ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أيضا فيها يعني من الله تبارك وتعالى تعداد لهذه النعم، يعني يبين لنا ما أكرمنا به، ومن ذلك أنه أمر الملائكة أن يسجدوا لأبينا آدم، الملائكة وهم مصطفون عند الله تبارك وتعالى، هم من المنزلة العظيمة عند الله، ما الله به عليم، ومع هذا أمرهم أن يسجدوا لآدم إكراما لآدم وإكراما لذريته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا السجود سجود احترام وليس سجود عبادة، وسجود الاحترام كان مباحا، ومنها سجود يعقوب وزوجته وأولاده ليوسف عليه الصلاة والسلام، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فسجدوا ليوسف، وهذا سجود احترام وكان مباحا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك نعرف السبب الذي لأجله لما جاء معاذ من اليمن، حيث أهل الكتاب في اليمن أول ما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، لأنه رآهم يسجدون لكبرائهم وبطارقتهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله وجدتهم يسجدون لبطارقتهم وكبرائهم، فوالله لا أنت أحق بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ هذا لا يحق إلا لله، لا يجوز هذا الأمر. وفي بعض طرق الحديث ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار محرما في شريعتنا لا سجود الاحترام ولا سجود العبادة. فسجود العبادة محرم من بدء الخليقة، أما سجود الاحترام فكان مباحا، ومنه سجود الملائكة لآدم، الله ما أمرهم أن يعبدوا آدم عليه السلام ولكن أمرهم أن يحترموا آدم ويسجدوا له سجود احترام، وكذا فعل إخوة يوسف ويعقوب عليه السلام، سجدوا ليوسف سجود احترام. أما سجود العبادة فمحرم في كل الشرائع، لا تختلف شريعة عن أخرى، وإنما حرم في شريعتنا حتى سجود الاحترام، منع سدا للذريعة، سدا للذريعة، لا سجود عبادة ولا سجود احترام. فلو سجد اليوم أحد لأحد سجود احترام وليس سجود عبادة هل يكفر؟ فيه خلاف، بعضهم قال يكفر لأنه حرم، وبعضهم قال لا يكفر ولكن يكون قد ارتكب إثما عظيما لأنه تشبه بمن يعبد غير الله تبارك وتعالى من عبد الأصنام وغيرهم.